آخر شوط من برو سنتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رغم كل الظروف إلا أن شتاك يا نجران ربيع. أهم الأوراق فتحت في منتدى جدة الاقتصادي وملف الخصخصة يتسيد المشهد. في مهمة آسيا العالمي ينتصر والعميد يتعثر والراقي يخسر، أما الزعيم انتظار. كانت هذه عناوين آخر شوط من برو سنتر، أخذكم على مدى ساعة ونصف من الآن، من 9:30 حتى 11 بتوقيت المملكة العربية السعودية. أولى مواضيعنا لهذا المساء الحديث عن فريق نجران المميز اللي اختلف كثيرا عما كان عليه في الدور الأول من مسابقة دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين. نشوف هذا التقرير، نرجع نفتح ملف نجران. إن كان فصل الشتاء جاء قارساً على الكثير من فرق الدوري السعودي، فإنه كان ربيعياً بامتياز على فريق نجران الذي بدل صورته التي ظهر فيها في القسم الأول من الدوري حين أنهاه متبوئاً المركز 13. الانتفاضة النجرانية بدأت ملامحها جلية للمتابعين بعد إعلان النادي التعاقد مع البرازيلي أنغوس مدرباً للفريق. لم يتوقف عمل إدارة النادي عند هذا الحد، فسلسلة الاستقطابات الشتوية جاءت مثمرة للغاية، سواء على مستوى اللاعبين الأجانب أو حتى تلك الأسماء المحلية التي فاز النادي بالتعاقد معها. تحولات كبيرة جدا على الخارطة النجرانية أثمرت رغم ظروف الفريق الاستثنائية هذا الموسم للقفز للمركز العاشر بعد الإطاحة بالفريق النصراوي في مباراة مثيرة، وبعد كسر رقم القلعة القياسي الذي ظل صامدا لموسمين. أنصار الفريق النجراني يعتقدون أن ما تحقق لحد اللحظة هو قطرة الغيث الأولى الذي ينهمر المطر بعدها بكل تأكيد. طيب، كان هذا تقرير الخاص بفريق نجران، راح نتطرق لكل هذه التفاصيل الفنية والإدارية اللي تغيرت في فريق نجران مارد الجنوب. نحن نذكر أنه الآن تقام مباراة الهلال، وبختكر الأوزبكي بختكر متقدم بهدف واحد الآن في على نهاية أو مشارف نهاية الشوط الأول من هذه المباراة. راح نكون معكم بإذن الله في متابعة لنتيجة هذه المباراة خلال طبعا طالما تردنا بإذن الله النتيجة. كل التوفيق بإذن الله للأزرق في تجاوز بختكور الأوزبكي ويلحق بالنصر، ومن ثم يلحق الاتحاد بإذن الله فيما تبقى من مسابقة دوري الأبطال، وأيضا الأهلي بإذن الله أنه ينهض مجددا في هذه المسابقة ويعود للتنافس مجددا. طبعا اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي لهذا المساء، معي من جدة كابتن فريق نجران حمد الربيعي قائد الفريق. هلا وسهلا كابتن حمد. هلا فيك، حياك الله. يا هلا وسهلا. وايضا معي المدرب الوطني بندر الاحمدي ايضا من جده. اهلا وسهلا كابتن. هلا ابو تركي، مساء الخير عليك وعلى المشاهدين والمشاهدات. هلا وسهلا فيك. ومن الغرب الى الشرق حيث الدمام، معي هناك الاعلامي الرياضي سليمان الجابري. سليمان مساء الخير، هلا وسهلا. اهلا وسهلا اخوي تركي، مسي عليك بالخير وعلى الكابتن حمد الربيعي والكابتن القدير بندر الاحمدي وجميع الساده المشاهدين الكرام. حياكم الله جميعا ورحب بكل اللي يتابعونا الان في اخر شوط من برو سنتر. ابدا معك كابتن حمد الربيعي وانت قائد لفريق نجران. نجران اختلف مما كان عليه في الدور الاول من مسابقه الدوري، انتم الان تتواجدون في الدور الثاني من مسابقه الدوري لكن مميزين جدا وبشكل مختلف وملفت فنيا لكل المعجبين بفريق نجران وايضا حتى كل متابعين كره القدم السعوديه. ايش اللي تغير عندكم يا حمد؟ والله أبد، التغير ملحوظ يعني كل شايفة. المدرب أنغوس مدرب كبير وقدر أنه يلم الفريق من جديد. يمكن الدور الأول كان وضع نجران مرة سيء، الدور الثاني ما زال وضعنا سيء، ولكن إلى الآن بس أحسن مما كنتوا عليه في الدور الأول كابتن حمد. إيه أحسن وأفضل، ولكن إلى الآن وضعنا ترى لا زال يعني خطر.
وين المشكلة طيب؟ خلينا بما أنه أنت قلت أنه والله عندكم مشكلة، خلينا نعرف إيش المشاكل اللي أنتم تعانون منها الآن؟ خلينا على الأقل على المستوى الفني، أنتم عندكم مدرب جديد الآن السيد أنغوس، وين المشاكل الفنية اللي أنت تشوفها أو أنه لابد أنه نجران يتجاوزها؟ والله أنا لاعب من ضمن اللاعبين يعني، وأنت قائد الفريق. المشكلة الفنية اللي حصلت الآن، المشكلة الفنية الآن اللي صايرة أنه الكابتن أنغوس يعني فرض وضع وشخصية ثانية لنادي نجران، وهذه الحمد لله صارت في المباريات الثلاثة اللي راحت، وأعتقد هذا تغير يعني. هذه ما هي مشكلة كابتن حمد، هذا أمر إيجابي. شوف يا، ما في أي مشكلة. مشكلة الدور الأول ممكن الكابتن فتحي ما توفق معانا، ممكن الأجانب ما كانوا بالأجانب اللي يشيلون نجران. أعتقد الفترة هذه الأجانب ما شاء الله يعني نص الأهداف اللي جاية من الأجانب الثلاثة. طيب خليك معي كابتن حمد، أتكلم الآن عن أمر فني كابتن بندر. النجران يتغير ما كان عليه في الجزء الأول من مسابقة الدوري، ظهر فنيا بشكل مميز مع قدوم السيد أنغوس، رغم أن ظروف نجران ما زالت هي نفسها اللي كانت عليه في الدوري الأول أو في الجزء الأول من مسابقة الدوري. أنت بوجهة نظرك الفنية وأنت المدرب القدير واللي نعتز فيك، إيش اللي تغير في نجران؟ طبعا التغيرات اللي صارت في نجران، صحيح ان نجران ظروفها ما زالت يعني صعبه، وما زالت الظروف المحيطه بالنادي وبالفريق تحديدا بفريق القدم الظروف ما تغيرت، ما زالت هي الظروف، لكن اللي تغيرت الاجراءات اللي عملتها اداره النادي تحديدا. تتكلم عن تعاقدات اولا مع مدرب متمرس على الكره السعوديه، يعرف خصائص اللاعب السعودي، يعرف كيف يوظف هذه الامكانيات. الأمر الثاني تتكلم عن استقطابات سواء على المستوى الأجنبي أو على المستوى المحلي، كلها استقطابات كانت مميزة جدا وأضافت للفريق الكثير. هذه الإضافات لما تحضر مع الأجواء اللي نجحت فيها إدارة النادي، الأجواء الأسرية اللي كل ما نسمع لاعب من لاعبي نجران في تصريح أول ما يتحدث عن الأجواء المحيطة بالفريق، الأجواء اللي داخل النادي داخل الفريق، الأجواء الأخوية الأسرية، هذه العوامل اللي نجحت الإدارة في يعني في توظيفها بشكل جيد لصالح الفريق، هذه هي اللي أثرت وكانت نتائجها إيجابية على الفريق، مع الأمور الأخرى اللي تحدثنا عنها في البداية الفنية. احنا كنا نشوف نجران كان يفقد كثير من شخصيته الفنية في الدور الأول تحديدا، ما كان فيه ضغط على حامل الكرة، كان في تباعد بين الخطوط بشكل واضح، كان في عندنا الأدوار بالنسبة للاعبين قد تكون مزدوجة في بعض الأحيان، والإمكانيات اللاعبين اللي كانوا متواجدين ما تساعد المدرب على إعطائهم أدوار مزدوجة. كل هذه الأشياء انحلت بشكل كبير بعد فترة التوقف، بعد فترة الانتقالات الشتوية اللي حدثت، وبعد قدوم هذا المدرب. هذا ما يلغي إنه يكون إن فتح الجبال مدرب كبير، لكن هو ما استطاع لأنه ما كانت الأدوات تساعده، ومع خروج المدرب بدأت الأدوات تحضر للمدرب الجديد، بدأت الأمور تتغير بشكل أفضل، وهذا أثر وساعد الفريق. لأن نشوف الكابتن فتح الجبال الآن ناجح بشكل جيد وشكل كبير مع ناديه الجديد نادي الشباب، فبالتالي هذه الأمور لازم نحطها في الحسبان أنها عدة عوامل. للأسف تركي، ولو أخذ من وقت يمكن سليمان قليل، نقول حنا دائما تغيير المدرب هو الأسهل عندنا للأسف، وأنا أقول وأنا حزين على حال الأندية إن القرار الأول تغيير المدرب، وإذا غيروا المدرب جابوا لاعبين جدد محليين وأجانب وزادوا في المكافآت وغيروا في نظام الحوافز وتحسنت النتائج. لو هذه الأمور كلها عملها النادي مع المدرب الأول ممكن النتائج تتحسن وتتطور وتتغير الأمور بشكل جيد. طيب بندر، أستاذ سليمان خليني أسألك أنت من جانب إداري. إدارة نجران بقيادة الأستاذ هديل الشرمة وأيضا مجلس الإدارة في نجران، استطاعوا أن يخرجوا نجران مما كان عليه في الجزء الأول من مسابقة الدوري إداريا، وأيضا عليهم يلقى عليهم مسؤولية نفسية أيضا في تعاملهم مع اللاعبين؟ نعم تركي، دعنا في البداية حقيقة نشيد بالعمل الإداري المميز لإدارة نادي نجران.
نادي نجران مثل ما يعرف الجميع يعني كل الظروف اللي مرت على نادي نجران في انتقال تدريباته ومبارياته إلى خارج أرضه في كل هذه الظروف المتغيرات، أعتقد أنه كان أمر طبيعي ما يحدث للفريق في بداية الموسم. لكن إدارة نجران حقيقة ما استوقفت على هذا الأمر، تحركت خلال فترة الانتقالات الشتوية، استطاعت بأمانة يعني أن تحدث تغيير شامل، يعني تغيير جذري على الفريق. تتكلم على الجهاز الفني اللي حقيقة أنا ما ودي أتكلم في كثير لأنه لا يفتى ومالك المدينة الكابتن بندر موجود معنا، لكن مدرب أنجوس يعني بأمانة وضع بصمة في الدوري السعودي في الكرة السعودية من خلال إشرافه على المنتخب في 2007، والجميع شاف النجاحات اللي تحققت ووصلنا إلى نهاية 2007 قبل أن نخسر أمام العراق. هذا المدرب بأمانة بغض النظر عن العمل الفني المتميز اللي قدمه وسط الملعب، إلا أنه استطاع أن يجيد التعامل النفسي مع اللاعبين في إخراجهم من الوضع المتردي اللي كان فيه الفريق. وشاهدنا فريق نجران مو بس مسألة فوز، لا، مسألة فوز ومستوى وطموح وروح عالية داخل أرضية الملعب. هذا العمل يحسب في المقام الأول للجهاز الإداري وإدارة النادي وللجهاز الفني. كلنا نعرف أنه أنجوس مدرب يعتمد على كيف يطلع روح اللاعب وحماسه داخل أرضية الملعب، الانضباطية اللي داخل أرضية الملعب، هذه كلها عمل جهاز فني. تتكلم على اللاعبين، استشعروا أهمية ناديهم، استشعروا الموقف اللي 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 موجود في نادي نجران في مؤخرة الترتيب. وأنا حقيقة استوقفتني جملة جميلة من الكابتن حمد، إنه قال وضعنا لا زال خطر، على الرغم من أنه نجران حقق حقيقة نتائج جدا مذهلة، فاز على النصر بنتيجة كبيرة، استطاع أن يحقق ما لم يستطع يحققه أي نادي خلال موسمين، استطاع أن يهزم النادي الأهلي وعلى أرضه بين جماهيره. هذه النقطة تحسب لنادي نجران كمنظومة، تكلم على جهاز إداري، تكلم على جهاز فني، تكلم على لاعبين. عودة نجران وإحساس اللاعبين واستشعارهم بالمسؤولية في إنقاذ فريقهم وإخراجهم من المراكز المتأخرة، هذه حقيقة تحسب للمنظومة كعمل جماعي. طيب خلينا نشوف ترتيب فريق نجران في الدور الأول، وبرضه حنشوف ترتيب نجران في الدور الثاني، وبالتالي حنشوف التغيرات اللي صارت. مثل ما أنتم شايفين الآن الظاهر أمامكم على شاشة ترتيب نجران، كان في الجولة الأولى عاشرا ومن ثم تقدم إلى التاسع، وبعد ذلك في الجولة الثالثة بدأ يتراجع حتى وصل إلى المركز الرابع عشر في الجولات الخامسة والسادسة والسابعة. تقدم خطوة للأمام في الجولة الثامنة، وصل للمركز 13، ومن ثم في الجولة التاسعة تقدم خطوة أيضا خطوتين، وصل للمركز الثاني عشر، ثم تراجع وثبت في المركز الثالث عشر من الجولة العاشرة وحتى الجولة تقريبا الثالثة عشر. طبعا هذا طبعا كان في الدور الاول، في الدور طبعا امتداد للدور الاول نتحدث في الدور الثاني. ترتيب نجران في هذا الدور المركز الثالث عشر، الجوله الرابعه عشر، الجوله الخامسه عشر، في المركز الثالث عشر تقدم في الجوله السادس عشر للمركز الثاني عشر، واستمر عليها في الجوله السابع عشر حتى قفز اربع خطوات ووصل الى المركز العاشر بعد انتصاره على الاهلي في الجوله الثامنه عشر من بطوله الدوري. طبعا هذا ترتيب نجران او مراحل نجران اللي كانت في الفترة الماضية. خليني أسألك كابتن حمد قبل ما أروح أشوف أرقام مدرب نجران، الآن أنتم يعني كنتم في المركز تقريبا العاشر، ترجعتوا إلى المركز الثالث عشر، استمرتوا في هذا المركز في فترة طويلة، الآن في المركز أنتم العاشر يعني بعد نهاية الجولة الثامنة عشر، نوعا ما أنتم بعيدين لكن ما زلتوا في مرحلة الخطر أنكم أنتم تقعون الآن في المركز العاشر، يعني منطقة ما هي دافية مرة، لا فيها شوية برد. بعد انتصاركم على الأهلي هذا الأمر معنويا حياخذكم أنكم أنتم تروحون مراكز متقدمة حتوصلون للمركز السابع والسادس والخامس، أو خلينا نقول منطقيين شوي حتروحون للمركز الثامن والسابع؟ شوف بتكلم لك بصراحة، يعني إحنا الآن بين المركز التاسع يعني إلى المركز الأخير الفرق نقطة واحدة بس. أي مباراة في أي أسبوع يتغير ترتيب الجدول بالذات من تحت إلى الأخير، احنا بنلعب كل مباراة يعني بنقاطها بس، وبعدين الواحد يفكر وين يوصل، يفكر وين يوصل. يعني انتم الان بعد انتصاركم على الاهلي في الجولة الثامنة عشر كابتن حمد، كيف شفت انت وانت قائد الفريق، كيف شفت روح اللاعبين؟ انت لما تنتصر على فريق زي الاهلي منافس على بطولة الدوري وعنده استحقاق كأس آسيا وايضا استحقاق لكأس الملك وواصل نهائي كأس سمو ولي العهد،
وصيف الهلال في هذه البطولة، روح اللاعبين اللي معاك زملائك في الفريق تغيرت؟ تحس عندهم الرغبة بأنهم يروحون قدام كمان؟ والله الرغبة من بداية الدور الثاني وعندنا رغبة أن نوصل قدام، ومهما كان الفريق اللي قدامنا نحترم أي فريق، سواء الأهلي، هلال، نصر، اتحاد، حتى الفرق المنافسة لنا. بأمانة أتكلم ما توقعنا نأخذ أي نقطة من الفرق هذه الكبيرة، ولكن الحمد لله يعني بعزيمة الرجال وبلحمتنا مع بعض قدرنا نجاري النصر، نأخذ نقاطه، جرينا الأهلي، والأهلي فريق كبير، فريق كبير ما ننكر يعني حتى لو كنا هزمناه. طيب، وهذه النقاط بالأمانة ما كانت محسوبة، المحسوب لكل الأندية أنه الفرق المتقاربة مع بعض يأخذون نقاط بعض، لكن 6 نقاط أعتبر أنها الحمد لله شيء كبير وإنجاز لنا. طيب حمد، خليني أسألك، معليش يعني بتسهل علينا إن شاء الله المهمات اللي قدام. طيب خليني أسألك، ليش أحسك كذا من خلال كلامك كذا ما أنت متفائل؟ ليش؟ وش فيه حمد؟ في شيء احنا ما نعرفه؟ لا والله متفائل متفائل متفائل. اخيرا شفنا ضحكتك، اخيرا. انت من بديت وانت حاسك كذا زعلان وما يعني انتصاركم ما انت جالس تعطي الانتصار يعني حقه، وانه انتم الان في المركز العاشر، هذا المركز انتم ما وصلتوه على فكره من انطلاقه الدوري هذا الموسم، اتكلم عن هذا الموسم، انتم الان في المركز العاشر بعد ما كنتوا في المركز الرابع عشر والثالث عشر. صحيح في المركز العاشر، ولكن أقول لك الأسبوع الجاي لو مثلاً يفوز الرايد أو أي فريق وحنا نخسر نرجع نفس المكان 13، يعني ما تغير شيء. الابتسامة إن شاء الله تجي وتصير مرة حلوة لما تبعد وتصير نقاطك مرة فوق. ابتسامتك حلوة في كل حالاتك يا كابتن حمد. خلينا نشوف إحنا الآن، خلينا نشوف أرقام مدرب نجران الحالي، خلينا نشوف السيد أنغوس بعد ما جالي وأشرف فنياً على فريق نجران، نشوف أرقامه. هذه أرقام السيد أنغوس، نتحدث عن نسبة فوز تعتبر جيدة لمدرب قدم في نصف الموسم أو حتى ما بعد نصف الموسم. نسبة فوز تحدث عن 40%، يعني قرابة 50%، فارق 10%. نسبة الفوز خارج الأراضي وخارج القواعد 33%، و 50% هي نسبة الفوز داخل الأرض. مع العلم أنه نجران يلعب في جدة، يعني تحسب المباريات اللي في جدة داخل أرضه. الله، كل التوفيق إن شاء الله لفريق نجران إن شاء الله بيقدم الأيام. أنا حصل على التفاصيل الفنية بالنسبة لسيد أنغوس مع الكابتن بندر الأحمدي، لكن بعد هذا الفاصل، قبل ما نروح الفاصل نذكر أنه الهلال الأزرق الزعيم استطاع في هذه اللحظات قلب النتيجة على بختكور الأزبكي وتقدم بهدفين مقابل هدف في الدقيقة 60 من مواجهة الهلال وبختكور في العاصمة السعودية الرياض. فاصل قصير. حياكم الله من جديد في الجزء الثاني من آخر شوط من برو سنتر، والحديث عن ملف نجران الفني الذي اختلف كثيرا عما كان عليه في الدور الأول من مسابقة الدوري. نجران شتاه في هذه الفترة ربيع، كل التوفيق بإذن الله لنجران في الفترة القادمة وتقديم مستويات مميزة ويستمر على هذا النهج بإذن الله وتجاوز كل الظروف، ونجران قادر. معي في هذه الحلقة كابتن فريق نجران الكابتن حمد ربيعي، وأيضا المدرب الوطني بندر الأحمدي، وأيضا العزيز الإعلامي الرياضي سليمان الجابري. أهلا بكم من جديد. خلينا نشوف الآن استقطابات نجران المميزة في الدور الثاني. أجانب نجران في الدور الثاني، تحدث عن 3 أسماء حضرت: ألفيس وفيريرا وأيضا دي مورايس. هذه الأسماء صنعت الفارق في الفترة أو في الجزء الثاني من مسابقة الدوري، يقدموا مستويات مميزة. كابتن بندر، أنا قلت حرجع لك بعد الفاصل قبل الحديث عن 3 لاعبين الأجانب واستقطابات نجران في الجزء الثاني من مسابقة الدوري، أنت كيف جالس تقيم عمل السيد أنغوس، وخاصة أنه صاحب بصمة عظيمة مع المنتخب السعودي أيام بطولة آسيا في 2007، وهل أنغوس قادر في الفترة القادمة على تجاوز كل الظروف التي يعاني منها نجران فنيا على الأقل في الفترة القادمة؟ طبعا على مستوى النقاط وعلى مستوى الترتيب، زي ما قال كابتن حمد، ما اختلف شيء كثير، هو فارق نقطة ممكن يعود بالفريق إلى مراكز متأخرة، بينما لو فاز في مباراة أخرى ممكن يثبت نفسه في هذا المركز بشكل أفضل. لكن اللي تغير، الأشياء كثيرة تغيرت بالنواحي الفنية. أنا أكلمك عن
عن ثقة اللاعبين بأنفسهم داخل. أولا نتكلم عن شكل الفريق داخل الملعب، الشخصية الفنية تحديدا داخل الملعب تغيرت بشكل كبير، وأصبح نادي نجران من الفرق اللي لها شخصية فنية داخل الملعب. تغير نجران، كان يدافع من الثلث الدفاعي وأصبح الآن يدافع من الثلث الأوسط، وهذه نقطة مهمة جدا. ابتعد نجران عن الخطوط الخلفية بشكل كبير، يعني أنا ممكن أشوفها في على مدار 90 دقيقة يبدأ الدفاع من المنتصف، وهذه شخصية جيدة. الفرق والمنافسة على الدوري تبدأ الدفاع من خط المقدمة من الثلث الهجومي، الفرق المتوسطة تبدأ من الثلث الأوسط، والفرق الضعيفة في الدوري تبدأ من الثلث الدفاعي. لكن أنا أشوف نجران في الدور الأول كان يبدأ من الثلث الدفاعي لإمكانيات الفريق حقيقة وإمكانيات اللاعبين. الآن أصبح نجران يدافع من الثلث الأوسط، أصبح يضغط لافتكاك الكرة المنافسين، أصبح يستحوذ بشكل جيد. نجران أصبح يصل لمرمى المنافس بسهولة بأقل التمريرات، أصبح ينفذ الهجمة المرتدة بشكل. أود أمدح اللاعبين نجران كثير، لكن فعلا هذا الواقع، وأنا أتمنى أن تكون انتصارهم على الأهلي وانتصارهم على النصر والمستوى الفني هو الانتصار، ما جاء يعني مصادفة. طيب حقيقة الانتصار جاء عن مستوى واضح. أتمنى أنهم هم تكون عندهم ثقة أكبر في أنفسهم، وأنهم يعرفون أن الآن تغير حال نجران لشكل أفضل بكثير من السابق، وأنهم يقدمون أنفسهم بشكل أفضل حتى في المباراة القادمة. طيب ننوه أنه الهلال يتقدم بثلاثة أهداف مقابل هدف على بختكور الأوزبكي في المباراة التي تجمعهم في دوري الأبطال الآسيوي في دور المجموعات. بالتوفيق للأزرق بإذن الله فيما تبقى من دقائق في المباراة. الحديث أيضا وبشكل مكثف عن الفريق النجراني، معي على الهاتف الدكتور تركي الحيدر المشرف العام على الكرة بنادي نجران. دكتور تركي مساء الخير. مساك الله بالنور أخوي. هلا وسهلا دكتور تركي، أول شيء نهنيكم على المستويات المميزة اللي أنتم تقدمونها في فريق نجران، ونشكركم أيضا على الجهد الإداري الكبير الذي تعمل فيه أنت كمشرف على الكرة إلى جانب مجلس الإدارة، وأنت أيضا أحد أعضاء الشرف في فريق نجران. سؤالي لك بشكل مباشر، إيش اللي تغير في نجران في هذا الجزء من مسابقة الدوري، بينما الجزء الأول كان مستوى نجران متواضع نوعا ما؟ الله يسلم. أنا عضو شرف، كنت مشرف العام واستقلت نظرا لظروف العمل، ولكن الحمد لله تواجد الفريق في جدة وتواجدي أنا في جدة مع مجلس الإدارة ومع الدعم اللي حصل رغم الظروف التي واجهناها في بداية الموسم وإلا أن الدفعة المعنوية الكبيرة التي حصلنا عليها من سمو الأمير متعب بن عبد الله والأمير وليد بن طلال، الدعم الذي حصل وأيضا الدعم الذي نجده من أمير منطقة نجران الأمير إجلوي وضعنا في المحك لما نظرنا في بعد نهاية الدور الأول أننا في مذيلة الترتيب، لم يكن لدينا توجه إلا أن نعمل بقصارى جهدنا في الانتقاء في وضع المدرب في وضع اللاعبين، مهما كان الصرف يجب أن نصرف لبقاء نادي نجران. كان توجهنا للمدرسة البرازيلية وكان هناك عدة خيارات، إلا أن تشجيعنا للمدرسة البرازيلية كان أكبر في وجود فرصة من مدرب قدير مثل أنغوس. المدرب هذا أيضا كان التوجه للمدرسة البرازيلية لأنه متواجد في الدوري البرازيلي، وخيار الشتوية في تغيير كامل الأجانب خيار صعب، ما لم يكون عندك ثقة في المدرب هو من يضع الخيار في هؤلاء اللاعبين، كان له البصمة الكبيرة في تحديد اللاعبين وإعطانا خيارات إيجابية والحمد لله. طيب. توفيق حصل أيضا، إضافة بعض اللاعبين المحليين عندنا مثل الكابتن معتز الموسى، الكابتن إبراهيم الزبيدي، الكابتن محسن العيسى، لهم أثر كبير في 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 وضع الفريق. لا ننسى باقي اللاعبين اللي أدوا في الدور الأول أداء جيد، إلا أن كان الوضع الهجومي بالنسبة لنا في الدور الأول سيء، الآن الحمد لله انعكس الوضع، القوة أصبحت لدينا في الوضع الهجومي، 5 مباريات حصدنا فيها 9 أهداف،
يعني مستوى جيد. نتمنى إن شاء الله أنه الاستمرارية على طيب. هذا النهج. طيب دكتور دكتور خليني أسألك، بما أنه أنت تطرقت لعديد من أسماء اللاعبين، بسألك عن لاعب عن اللاعب وسام وهيب. إدارة نادي نجران أصدرت بيان في الفترة الماضية بأنه أعضاء الشرف في نجران كان لهم الرغبة ببيع عقد وسام وهيب. أولا إيش الهدف من بيع عقد وسام وهيب؟ وليش أنه أعضاء الشرف كان لهم الرغبة الكبيرة جدا في بيع عقد هذا اللاعب المميز جدا قد يفيد نجران؟ أولا صحيح يعني كان هناك اعتراض من الإدارة وحملوا أعضاء الشرف، هيئة أعضاء الشرف برئاسة الوالد الشيخ مسعود الحيدر الله يحفظه المسؤولية، ولكن ما حدث هو تقرير صدر من هيئة أعضاء الشرف مني أنا كأمين للمجلس التنفيذي. الرؤية كانت متكاملة، جهة الرؤية مالية في خزينة النادي كانت خاوية، ولدينا التزامات في جلب مدرب برازيلي وأربعة لاعبين. كان يجب أن يكون هناك تغذية. من ضمن الأسماء اللي أصر عليها المدرب أنغوس هو اللاعب بسمار، وهو يلعب طرف يمين نفس الخانة اللي يلعب فيها الكابتن وسام وهيب. كان الخيار بالنسبة لنا صعب، ولكن رأينا أنه فرصة أنه بيع اللاعب وسام للنادي الشقيق القادسية وبدعم من أحد أعضاء شرفها وبشيك مصدق هو الخيار الأمثل لحل الأزمة، من ناحية مالية عن حل بهذا المبلغ، ومن ناحية فنية فالتأثر لن يكون كبير في ظل وجود لاعب برازيلي يلعب في نفس الخانة. طيب دكتور أنتم تشوفون أنكم جنيتوا الآن ثمار بيع العقد؟ فهم؟ تشوفون أنكم جنيتوا ثمار بيع عقد وسام وهيب؟ على الأقل في الفترة هذه؟ والله أنا لن أقول لأني حربت في هذا الجانب. النتائج تقول والنقد حصل سابقا والإشادة بهذا القرار من رئيس هيئة أعضاء الشرف ومن اللجنة التنفيذية التي أعطت الإدارة تفويض بعد أن أصرت الإدارة على إعطائها تفويض وصدر بيان في هذا الجانب. نحن نقول يرى الحاضر ما لا يرى الغائب، نحن حاضرون وقريبين من النادي. طيب. درسنا جميع جوانبه، اتخذنا القرار والحمد لله. القرار أنا أرى أنه لن أحكم فيه، ولكنه قرار أجد أنه قرار كان في محله. طيب الدكتور تركي الحيدر المشرف العام على الكرة بنادي نجران وعضو شرف الفريق المارد، شكرا جزيلا لك. استاذن الكابتن بندر الاحمد وايضا استاذن سليمان العزيز الاعلامي الرياضي سليمان الجابري، ما عاد معي الا دقيقتين للكابتن حمد الربيعي عشان قبل ما اودعه في دقيقتين. كابتن حمد ايش حاب تقول لجماهير نجران؟ ايش توعد جماهير نجران ان شاء الله في الفتره القادمه قبل ما نودعك؟ احب اقول لجمهور نجران احنا افتقدناهم صراحه، افتقدنا الجمهور الرائع، افتقدنا ملعب نادي الخدود. ولكن جمهور نجران في قلوبنا، وحاب من هالمكان اشكر الامير متعب بن عبد الله على وقفته الصادقه معانا، والامير منطقه نجران جلوي بن عبد العزيز، شكر خاص للشيخ مسعود بن حيدر والدكتور تركي والشيخ عبد العزيز مسلم، وان شاء الله ان شاء الله نجران باقي باذن الله الواحد الاحد. توعد الجماهير النجرانيه بان يصبرون علينا، توعد الجمهور ان شاء الله انكم تبقون ان شاء الله الموسم؟ ان شاء الله ان شاء الله نقول ان شاء الله بنأدي اللي علينا، وهم يصبرون ويتحملون كل شيء لاجل خاطر نجران. طيب وان شاء الله ان شاء الله باقي باذن الله. طيب طيب الكابتن حمد الربيعي كان معي من جدة قائد فريق نجران، شكرا لك، نلتقي إن شاء الله فيك قادم الأيام بالأفراح كابتن حمد بإذن الله. طبعا لأن حمد حيغادرنا في هذا الوقت أنا حرجع برضو للعزيز سليمان الجابري وأيضا حرجع للكابتن بندر الأحمد، لكن خلينا نشوف قرار لجنة الاستئناف بحق نادي الهلال اللي تم رفض لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم استئناف نادي الهلال ضد قرار لجنة الانضباط بتغريم رئيسه بسبب الإساءة الإعلامية.
طبعا هذا كان قرار لجنة الاستئناف باتحاد القدم ضد استئناف نادي الهلال في الفترة الماضية وخلال الأيام الماضية. حنفتح العديد من الملفات وأيضا حنتطرق لمنتدى جدة الاقتصادي مع العزيزين بندر الأحمدي وأيضا سليمان الجابري بعد هذا الفاصل القصير. حياكم الله من جديد. خلال المنتدى جدة الاقتصادي كان الأمير عبد الله بن مساعد الرئيس العام لرعاية الشباب جلسة حملت عنوان مستقبل الرياضة السعودية، وتطرق الرئيس العام لعدة مواضيع. نتابع هذا التقرير ومن ثم نفتح الملف. من خلال منتدى جدة الاقتصادي وفي جلسة حملت عنوان مستقبل الرياضة السعودية، أكد الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب أنه يتطلع لمنح اللجنة الأولمبية واتحاداتها القيام بمهامها وتنفيذ خططها وفقا لمتطلبات المرحلة المقبلة، فيما سيكون دور رعاية الشباب رقابيا وبعيدا عن الرياضات التنافسية، معتبرا العمل حاليا يسير في هذا الاتجاه. وحول موضوع التخصيص قال سموه بأن وضع الأندية والظروف المحيطة بها في الماضي يختلف عن وضعها حاليا، مشيرا سموه إلى الخطوات التي تم اتخاذها في عملية التخصيص والتي تم رفعها إلى الجهات المختصة في الدولة، مؤكدا على أن الأولوية في امتلاك الأندية ستكون للمستثمرين السعوديين. وقال الأمير عبد الله بن مساعد الرئيس العام لرعاية الشباب أن الرياضة صناعة واعدة ومستقبلها في المملكة يحمل الكثير من التفاؤل، مستشهدا بتجارب العديد من المستثمرين في العالم ممن حققوا نجاحات عديدة في هذا المجال. شكرا للزميل نايف المطيري اللي كان خلف هذا التقرير. أعود مجددا إلى جدة والدمام مع الكابتن بندر الأحمدي وأيضا العزيز الإعلامي الرياضي سليمان الجابري. الأعزاء، اليوم الحديث كان في حول منتدى جدة الاقتصادي. تحدث الأمير عبد الله بن مساعد عن أمور كثيرة، أحد أبرز وأهم الأمور هي موضوع خصخصة الأندية السعودية، وأكد أن المستثمر السعودي لها الأولوية، وهذا يعني أنه قد يسمح بمستثمر أجنبي للدخول في امتلاك الأندية السعودية. أبدأ معك الأستاذ سليمان الجابري. بداية تركي دعني حقيقة أشيد بحرص سمو الرئيس العام على التواجد في هذا المنتدى ومن قبله الالتقاء بمجلس الاقتصادي الأعلى اللي كان يرأسه الأمير ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. أعتقد أنه حرص رعاية الشباب على تطوير الرياضة، على مفهوم الرياضة كصناعة، أعتقد أنها خطوة مهمة. يمكن أبرز ما حمله المنتدى اليوم اللي هو فكرة خصخصة الأندية السعودية، وهو هذا الملف الأبرز، يعني هذا الملف اللي كان هاجس يعني الشارع الرياضي والرياضي بشكل عام طوال الفترة الماضية. تلميح سمو الرئيس العام لموضوع أنه الأولوية راح تكون للمستثمر السعودي، أعتقد أن هذه خطوة مهمة، ويمكن من خلال تصريحات إعلامية سابقة ألمح الرئيس العام أنه التخصيص حيبدأ بأندية دوري المحترفين، وهذه أعتقد أنها خطوة مهمة. أيضا الخطوة الأهم اللي هو التركيز على وضع الأندية على 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 مرحلتين أو على جانبين، إما أندية تنافسية أو تحويلها إلى أندية ممارسة. تقنين مثل هذا العمل من الرئاسة العامة لرعاية الشباب ومن سمو الرئيس العام تحديدا، أعتقد أنه عمل يعني يدعونا للتفاؤل، يدعونا إلى أنه هناك في ترشيد راح يكون في الرياضة السعودية تحديدا، وأن يكون التركيز يعني ثمرة هذا التركيز راح إن شاء الله يعطينا رياضة أفضل خلال المرحلة المقبلة. ثقة الرئيس العام في الشباب السعودي أعتقد أنه أيضا من أبرز النقاط اللي جاءت في هذا المنتدى أو في هذا المحفل. التخصيص هو بشكل عام أعتقد أنه أمر جيد ومعمول فيه واستشهد فيه الرئيس العام في كثير من دول العالم، ولكن أنا أتمنى تركي أنه التخصيص يكون مبني على أسس واستراتيجيات واضحة، عشان إحنا لا نكرر مشكلة الاحتراف. إحنا الاحتراف بدأناه كمرحلة تجريبية وما أخضعت لتحسين كثير، يعني للأسف أنه الاحتراف إلى الآن عندنا يعتبر أعرج،
لكن اتمنى انه حتى في تخصيص الانديه السعوديه ان يعني يلقى هذا البرنامج اهتمام اكثر، وعي اكثر، دراسه اكثر، حتى نطلع بالفائده للانديه السعوديه. ما تعيشه طيب الانديه السعوديه حقيقه هذه الايام والفتره. اسمح لي انا بس عشان بس حعلق على جزئيه عشان بس ما تروح علينا. الان الموضوع الخصخصه حتحل مشاكل كثيره حتى على مسؤولي يعني جزئيه الديون بالنسبه الخاصه للانديه السعوديه. هل انديتنا الان عندها القدره على استقبال موضوع الخصخصه وخصخصه الانديه السعوديه؟ عندنا يعني الانديه عندها قبوليه جاهزه تشوفها؟ انت قاطعتني في الكلام وانا كنت جايك في النقطه هذه يا تركي. طيب اجل لا تروح امسكها خليها عندك سليمان. لا تخاف منسوك الجمله. الفكره بشكل عام الديون والازمات الماليه اللي عاشتها انديتنا خلال الفتره الماضيه، يعني اتجه كثير من الانديه الى القروض عن طريق البنوك، وصلت قضايانا الى المحاكم، محكمه الكاس، وعلى مستوى العالم. يعني حقيقه امر ما كان يبشر بخير، يعني كان لابد من ان يكون هناك تدخل لعمل يعني تقليص لهذه الديون، عمل جدوله معينه في استراتيجيه. احنا مشكله انديتنا دائما حتى ميزانياتها ما تكون واضحه، احنا لازلنا تحت كنف اعضاء الشرف، وهذه مشكله حقيقه. حتى الاستثمار حقيقه اللي موجود في الانديه، احنا شفنا الرعاة، الشركات كانت بسيطه حقيقه اللي دخلت في مجال الرياضه. احنا كان يعني مفروض يكون انتشارنا اوسع، لابد، ويمكن من خلال هذا المنتدى كان في هو عمليه تسويق مش للدوري، للرياضه السعوديه بشكل عام. عندنا العاب مختلفه يا رجل، احنا عندنا مثلا منتخب اليد وصل الى محفل فرنسا، مونديال فرنسا، ومع ذلك ما شاهدنا العديد. يمكن اليوم انا كنت في مناسبه تكريم رجل اعمال للاعبين نجومنا منتخب اليد. الالعاب المختلفه، كره القدم تحديدا، جميع الانديه، جميع الالعاب الموجوده في الانديه، هذه كلها يعني من ميزانيات الانديه. يجب ان يكون هناك دعم لميزانيات الانديه. اعتقد انه وجود الخصخصه اذا ما استخدمناها وعملنا فيها بالشكل الصحيح، اعتقد انه هي خطوه ومرحله مهمه للرياضه السعوديه. اتمنى انه 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 يكون تفعيلها بشكل واضح، بشكل مفيد، بشكل مثمر، حتى ان نستطيع ان نرتقي برياضتنا. طيب بس سليمان انت برضو ما جاوبتني على الجزئيه، انا اقصد هل انديتنا جاهزه على استقبال الخصخصه ولا صعب؟ لانه انت تعرف الخصخصه لها قوانين وانظمه عشان تدخل على الانديه، انديتنا تشوفها جاهزه؟ وشوف تركي بامانه، يعني الملف هذا اخذ فتره طويله، يعني مرحله الدراسه اللي خضع لها فتره طويله. شوف من الصعب انه من البدايه موضوع الخصخصه بينجح بشكل كبير، يمكن بنسب معينة، ولكن أنا من وجهة نظري في ظل الظروف اللي قاعد تعيشها الأندية وما تحمله يعني رعاية الشباب أو اتحاد القدم مما أعباء مالية، أعتقد أنه وجود الخصخصة هو حل، يعني أعتقد أنه مناسب في هذه الفترة. طيب كابتن بندر الأحمدي، على الجانب الفني موضوع الخصخصة بإذن الله إذا تم خلال الأيام القادمة حيتغير شكل يعني أنديتنا، حيتغير شكلها للأفضل، منتخبنا حيتطور، ولا برضو حتى لو كان في الخصخصة نحتاج إلى وقت طويل جدا حيث أنه والله تطبيق عملية الخصخصة بشكل دقيق جدا وبعمل فني مكثف حتى يتغير شكل الأخضر؟ هو طبعا بالنسبة أولا المنتدى جدا الاقتصادي حقيقة هو منتدى، وظهر فيها الأمير عبد الله بن مساعد كعادته بأفكار جديدة، بأفكار تخدم الكرة السعودية وتساهم في تطوير الكرة السعودية بمفهومها العام والخاص. نتكلم عن عنوان رئيسي كان في الملتقى، ان في المنتدى، ان مستقبل الكرة السعودية. العناوين الاخرى اللي جات انا اخذها هي اسميها عناوين، هي جات بعض تفاصيل الحديث الامير عبد الله بن مساعد، انه راح يكون دور رعاية الشباب رقابي فقط، وان اللجنة الفنية اللجنة الاولمبية راح تمارس ادوارها بشكل كامل، الاستفادة من التجارب العالمية، وأيضا الاستفادة من الطاقات الوطنية من الشباب الوطن، هم من سيقودون هذه المرحلة. إذن احنا على اعتاب مرحلة مهمة جدا في تاريخ الكرة السعودية تحديدا، وما سبق وأن يعني دخلنا في هذه المنعطفات من قبل. سؤالك اللي كررته على الأستاذ سليمان مرتين فعلا هو السؤال الأهم، اللي نقول هل الأندية والمجتمع الرياضي مهيئ للخصخصة ولا لا؟ أنا من وجهة نظري أنه لم يهيئ بعد. الوقت الطويل اللي أشرنا له، الوقت الطويل راح كله في الدراسات،
يعني سنوات أكثر من ثلاث أو أربع سنوات نسمع عن الخصخصة وما شفناها على أرض الواقع. وهذا هذه السنوات راحت في الدراسة، لكن ما بدينا في تمهيد في التمهيد للخصخصة من ناحية المجتمع الرياضي، من ناحية الجهات ذات العلاقة بالأندية. قبل ما نشوف الأندية، في جهات ذات علاقة بالأندية. أنت بكرة تحتاج الهلال الأحمر، أنت بكرة تحتاج أمن على البوابات الأندية، أنت تحتاج بكرة الأشياء كثيرة، النقل كيف تتعامل معها، النقل التلفزيوني، الدخل الجمهور، الأشياء كثيرة. هذه الخصخصة موضوع هي مفردة سهلة، لكن الموضوع صعب جدا وطويل، ويحتاج لأنك تأخذ أولا تبدأ بالتمهيد الفعلي للخصخصة، يعني تبدأ مع الأندية مباشرة ومع الجهات ذات العلاقة بالأندية أنها تتقبل الخصخصة. بعد كذا نجي للمجتمع الرياضي، نجي للإعلام الرياضي، أشياء كثيرة. يعني إذا كانت الأندية يعني أملاك خاصة وأصبحت الأندية على كشركات كنظام شركات، الكل راح يحرص في التعامل مع هذه الأندية، يحرص من ناحية التعامل معها إعلاميا، التعاطي الإعلامي معها راح يكون له قوانين وتسن له قوانين، وراح يكون فيها عقوبات وغرامات وحقوق وأشياء تترتب عليها أشياء كثيرة. اللاعبين المحترفين لم يهيئوا للخصخصة بعد، ما تهيئ اللاعب ما يعرف إيش معنى خصخصة، يسمع بهذه المفردة لكن ما يعرف إيش يصير في النادي، إيش يصير مستقبله، هو كيف راح يكون. تكلمنا، سألتني عن الأمور الفنية، عن التغيرات الفنية، ممكن حيتغير شكل الأخبار، حيتغير شكل الفرق، حتتغير. ما أتوقع التغير راح يكون ملحوظ من البداية، لأن المؤشرات ما تدل على كذا، لأنه إحنا ما استعدينا للخصخصة. أنا أقول لك ماني يعني أنا ماني متشائم من الخصخصة، لكن لا، تحتاج منا لتفعيل التمهيد للخصخصة أولا. أما الأمور الفنية هي بلا شك لما تكون الأندية خاصة راح تسعى لاستقطاب أفضل اللاعبين، وراح تسعى لاستقطاب أفضل المدربين، وهذا راح ينعكس وراح تستقطب أيضا الجماهير بالعروض، بالأشياء، بالأشياء اللي تصاحب المباريات سواء قبل وبعد، ببيئة الملاعب. هذه كلها راح تساهم في تطوير الكرة السعودية بلا شك، وتطور اللاعب السعودي، وبالتالي يتطور المنتخب. لكن الأهم هو التمهيد للخصخصة حتى نتعاطى مع الخصخصة بشكل جيد، ونشوف انه احنا فعلا وصلنا لمرحلة. طيب. لانه هذا منعطف مهم جدا في تاريخ الكرة السعودية، ويجب ان نهتم كثيرا بهذا المنعطف تحديدا. طيب، نذكر انه في مواجهة الهلال وبختكور الأوزبكي في مواجهة دوري الأبطال الآسيوي، وفي دوري المجموعات الهلال يتقدم بأربعة أهداف مقابل هدف لبختكور الأوزبكي. نتحدث عن الدقائق الأخيرة في هذه المواجهة. قبل ما نروح للفاصل بس نستعرض حديث الأمير عبد الله بن مساعد اللي كان اليوم بعد نهاية المنتدى الاقتصادي، تحدث عن أبرز النقاط. طبعا أنه سمو الرئيس العام الرياضة صناعة واعدة ومستقبلها في المملكة يحمل الكثير من التفاؤل، وذلك خلال ورقة عمل قدمها سموه بمنتدى جدة الاقتصادي، واستعرض رؤيته في تطوير الاتحادات وطريقة أدائها، مؤكدا على الأهداف الطموحة التي يسعى لتحقيقها أولمبيا بالحصول على أحد المراكز الأولى في آسيا، معتبرا ذلك تحدي كبير لكنه يفضل خوضه والعمل من أجل تحقيقه، مؤكدا على ثقته في الشباب السعودي وقدرتهم على تحقيق أفضل النتائج، معربا عن تقديره وشكره الكبيرين للدعم والاهتمام اللذين يحظى بهما القطاع الشبابي والرياضي بالمملكة من القيادة الرشيدة، وأنه يتطلع لمنح اللجنة الأولمبية والاتحادات القيام بمهامها وتنفيذ خططها فيما سيكون دور رعاية الشباب رقابيا وبعيدا عن الرياضات التنافسية. وفيما يخص الخصخصة الأندية، قال سموه بأن الخطوات التي تم اتخاذها في عملية التخصيص تم رفعها إلى الجهات المختصة في الدولة. وأخيرا مؤكدا على أن الأولوية في امتلاك الأندية ضمن مشروع خصخصة الأندية ستكون للمستثمرين السعوديين في البداية طبعا والأولوية لهم. حنروح لفاصل قصير ومن ثم نعود. حياكم الله من جديد في آخر شوط من برو سنتر، بندر الأحمدي وأيضا سليمان الجابري هما ضيفا هذه الحلقة. قبل ما نكمل في ملف منتدى جدة الاقتصادي، معي على الهاتف من جدة لاعب الاتحاد المميز جدا عوض خريس. عوض، مساء الخير، حياك الله والحمد لله على السلامة. الله يسلمك ويعطيك العافية إن شاء الله. أول شيء طمنا عليك، كيف إصابتك الآن؟ الحمد لله
والله الحمد لله ما في إصابة، كلها كتمة والحمد لله الأمور طيبة الحمد لله. ايش اللي صاير عوض؟ خلينا في الصوره، لانه احنا في صور لك انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي وانت على السرير في المستشفى. سأل الله ان يشافيك ويعافيك ويشافي كل مرضى المسلمين وايضا كل اللاعبين المصابين. خلينا في الصوره، ايش اللي صار عوض؟ والله ما صار اي حاجه، يعني كل اللي صار انه كتمه وزي كذا والحمد لله يعني، بس انه الشركه التابعه لنادي الاتحاد اللي هي بوبا يعني أكد أنهم يأخذون الفحوصات اللازمة والحمد لله، يعني ما في أي حاجة يعني تقلق أو زي كذا الحمد لله الأمور طيبة. أنت غادرت المستشفى كابتن عوض؟ أي كلها يعني شويات وبغادر إن شاء الله. بس أنت ما بعد غادرت، حتغادر إن شاء الله خلال الساعات القادمة إن شاء الله بإذن الله. طيب إيش الفحص اللي أنت وصلت له؟ هم قالوا لك كدمة الآن، حتحتاج وقت طويل علشان ترجع لتشارك فريقك الاتحاد؟ لا لا ما يحتاج اي وقت طويل ولا حاجه، كلها بكره ان شاء الله باذن الله راجع ان شاء الله. يعني حتنخرط في التمارين بكره؟ ان شاء الله باذن الله يا رب. طبيب النادي قال شيء؟ كلهم يعني الحمد لله الامور طيبه، ما في اي حاجه يعني تدي انه يعني اطول عن التمارين او اوقف عن التمارين يعني الحمد لله. طيب حاب تقول شيء لجمهور الاتحاد؟ بدنا اقول لهم يعني انه شكرا لكل من سال عني وان شاء الله اني راجع بقوه باذن الواحد الاحد ان شاء الله. توعدونهم بالدوري؟ انتم الان اصبحتم منافسين، انت والاهلي والهلال متنافسين على تصدر الترتيب العام وحصد وخطف بطوله الدوري، توعد الجماهير الاتحاديه؟ والله حاليا احنا ما نطالع للدوري، نطالع للمباريات، كل مباراه نخش يعني كل مباراه نخش يعني كبطوله يعني. بغض النظر عن الدوري يعني، الدوري اخر تفكيرنا الدوري، الموسم ذا الحين قاعدين احنا نبني انفسنا وان شاء الله نقدم الشيء الكويس يعني في الموسم ذا والموسم الجاي ان شاء الله. طيب عوض انت لاعب مميز وانت تعرف ذلك تماما، اتمنى انا وكل الرياضيين انك تستمر على هذا العطاء المميز والملفت جدا فيما تقدمه في ارضيه الملعب كابتن عوض. ان شاء الله باذن الله، باذن الله ان شاء الله اكون من الأحسن إلى أحسن بإذن الله. الله يوفقك، الله يوفقك وألف سلامة عليك. الله يعطيك العافية إن شاء الله. اللاعب عوض خريس لاعب فريق الاتحاد المصاب بكدمة خفيفة بحسب حديثه بالأمس، يطمن كل الجماهير الرياضية على وجه العموم وأيضا الجمهور الاتحاد على وجه الخصوص بأن الإصابة خفيفة وطفيفة، وخلال الساعات القادمة حيغادر المستشفى بإذن الله، وبالتالي سينخرط في التمارين خلال اليومين القادمين لفريق اتحاد جدة. ألف سلامة لي عوض وأيضا للاعبين كل اللاعبين المصابين، وأن يشافي كل مرضى المسلمين. العودة لجدة والحديث عن منتدى جدة الاقتصادي، العودة إلى الزميل بندر الأحمدي. كابتن بندر، أنت استمعت لتعليق الأستاذ سليمان الجابري حول موضوع منتدى جدة الاقتصادي، وأيضا علقت على النقطة الأخيرة اللي هو تحدث عنها بأن الأندية غير قادرة وغير مستعدة فنيا، هذا الأمر أنت ما تشوفه وأنت مدرب وطني قدير فنيا أمر محبط؟ طبعا الأمور الفنية أنا أقول دائما هي تتطور بتطور العمل بشكل عام، لكن ما يمكن التطوير نأتي فجأة ونبحث عن التطوير وحنا ما هيأنا البيئة المناسبة لهذا العمل. إحنا نتكلم عن الآن قلت لك عن الخصخصة، الخصخصة بشكل عام هي أمر جيد وراح يساهم في تطوير الكرة السعودية متى ما تعاملنا مع هذه الخصخصة بشكل جيد وهيأنا أنفسنا لاستقبال الخصخصة، وصلنا نعرف ما معنى الخصخصة وما دورها وما علاقة الجهات الأخرى كيف تتعامل مع الأندية. هذه نقطة مهمة، أن الجهات ذات العلاقة مهم جدا أنها تصل لدرجة الاحترافية في التعامل مع الأندية في ظل هذه الخصخصة أو مع وجود الخصخصة. الأمور الفنية اللي أنا أقول راح تنعكس أكيد راح تتطور، لأن راح نستقطب أفضل المدربين، لأن الأندية راح تحرص على النتائج، على حضور الجماهير، على الاستثمار حتى في النجوم، راح يستقطبون نجوم على مستوى عالي حتى في الدعاية في الإعلان في الأمور هذه، أكيد راح تكون مفيدة للأندية بشكل كبير، والأندية راح تبحث عن المكاسب المالية من خلال الأندية اللي راح تتحول إلى مؤسسات، ولما تكون مؤسسة معنى ذلك أنها راح تسعى للتطوير الدائم. طيب. والمستمر لتطوير المداخيل وتعزيز المداخيل، وهذه نقطة أيضا راح تنعكس على العمل الفني بشكل كبير، وايضا راح نشوف عندنا مدربين على مستوى عالي جدا، لاعبين على مستوى مميز،
طيب. التعاطي مع الـ مع الـ مع الـ مع المباريات، مع الظروف، مع اشياء كثير راح تتطور وتنعكس بلا شك حتى على منتخبنا الاول بمشيئه الله وباقي المنتخبات. طيب استاذ سليمان، ايضا من خلال منتدى جده الاقتصادي والتعليق على موضوع ورقة العمل التي قدمت من الرئاسة العامة لرعاية الشباب اليوم، أيضا تحدث الأستاذ لؤي ناظر النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية في الجلسة نفسها أن التغييرات العديدة التي تشهدها اللجنة والاتحادات ستقودنا لعمل مؤسسي يقوم عليه شباب متفرغين. هذه النقطة تحتها ألف خط، نتحدث عن شباب متفرغين، وانت تعرف العمل أصبح في رياضتنا في الغالب لشباب غير متفرغين، يعني ما بين معلمين وآخرين يعملون في قطاع خاص. العمل وتفريغ الشباب ليتفرغون لعمل مؤسسي هذا حياخذنا خطوة للأمام. بالتأكيد تركي، بس في البداية اسمح لي أنا قبل ما نبدأ في هالموضوع أتحمد بالسلامة للكابتن عواد خريس ونقول له الحمد لله على السلامة. ويبدو لي تركي أنت سمعت خطأ، هو ما قال كتمة، يعني كان في ضيق في التنفس وخرج، لكن كإصابة بدنية ما أعتقد أنه أهم شيء أنها طفيفة يا سليمان. لكن على كل الأحوال أي الحمد لله اللي طمنا، وحقيقة الكلام اللي طلع أمس في مواقع التواصل الاجتماعي حقيقة خوفنا على اللاعب كثير. صحيح. والحمد لله اليوم طلع اللاعب الحمد لله وطمن الجميع على سلامته، وأعتقد أنه عوض خريس يمكن الفترة الأخيرة من الأوراق المهمة في الاتحاد. صحيح. ويشكل إضافة للفريق الاتحادي. ما يخص طبعا المنتدى وحديث الأستاذ والمهندس لؤي ناظر، أعتقد أنه كلام مهم جدا. إحنا من زمان تركي نطالب أنه كل العاملين حقيقة في الأندية يكونوا متفرغين. إحنا في أنديتنا مشكلة الاحتراف كان عندنا أكبر مشكلة كانت تواجهنا، أنه الجماعة أغلب اللي شغالين في, 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 في رياضتنا متطوعين، وبالتالي المتطوع ما هيعطيك مثل واحد يكون متخصص وواحد يكون يعني متفرغ لهذا العمل. أعتقد أنها خطوة جميلة حقيقة. أنا يمكن من الأشياء اللي لمستها في سمو الرئيس العام إنه دائما حرصوا على الشباب، وأعتقد إنه طرح يعني فرص كبيرة للشباب، ودائما يستعين بالخبرات الشباب أو بحيوية الشباب إذا صح التعبير. دائما الشباب السعودي حقيقة قادر على النجاح، طموح، مطلع، محب لرياضة وطنه. متى ما أعطيه الفرصة صدقني إنهم راح يبدعون في كل المجالات اللي هم يشاركون فيها، وكل الأمنيات والتوفيق حقيقة لكل العمل الكبير الحقيقة اللي قاعد يقدمه الأمير عبد الله بن مساعد ورعاية الشباب بشكل عام، حتى في اتحادنا القادم حقيقة. إحنا نتمنى إنه في الاتحاد القادم أن يتجاوز كل السلبيات اللي مرت في التجربة الانتخابية الأولى. يعني إحنا في الاتحاد السعودي الحالي يمكن شفنا له بعض العذر تركي، إن هي مرحلة أولى انتخابية، والمرحلة الأولى دائما يكون فيها أخطاء. نأمل إنه حتى في الاتحاد القادم يكون في هناك عمل منظم ويتلافى جميع الأخطاء السابقة اللي حدثت. طيب، هذا حديثنا اليوم كان عن منتدى جدة الاقتصادي، وفي أمور كثيرة تطرقوا لها في أوراق عمل تم فتحها اليوم في هذا المنتدى السنوي الذي يقام في جدة الحبيبة. راح بعد الفاصل نفتح ملف الأندية السعودية في دوري الأبطال الآسيوي، النصر والاتحاد والهلال والأهلي. ألف مبروك لكل الجماهير الهلالية انتصارهم هذا المساء على بختكور الأوزبكي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. هذا الملف إداريا وفنيا بعد هذا الفصل. حياكم الله في الجزء الأخير من آخر شوط من برو سنتر، الحديث عن الأندية السعودية المشاركة في دوري الأبطال الآسيوي، الاتحاد والنصر وكذلك الهلال والأهلي. طبعا بالأمس تحدثنا عن مواجهتي النصر وأيضا النصر والاتحاد. اليوم حنفتح موضوع الأهلي والهلال اللي لعبوا مباراتهما اليوم. أيضا راح نتطرق بعدها لمواجهة الاتحاد بالأمس والنصر إذا كان هناك وقت مع العزيزين بندر الأحمدي وأيضا سليمان الجابري. نبدأ بالملف الأول، حيث تلقى نادي الأهلي السعودي اليوم خسارته الأولى في دوري أبطال آسيا على يد مضيفي نساف الأوزبكي بنتيجة هدفين لهدف، ليتجمد رصيد الأهلي طبعا عندنا نتحدث نقاطه بالتساوي مع نساف عند الثلاث نقاط محتلا المركز الثاني. وفي اللقاء الثاني استطاع الأزرق الهلال أن يتجاوز بختكور برباعية في ملعب الملز بمدينة الرياض، ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وذلك وبذلك يكون الهلال
ثاني المجموعة بأربع نقاط. ألف مبروك لي طبعا للهلال الذي انتصر قبل قليل بأربعة أهداف، وهارد لك للفريق الأهلاوي الذي خسر مواجهته أمام نساف الأوزبكي وكانت المباراة المغرب. أفتح هذا الملف فنيا مع المدرب الوطني الكابتن القدير بندر الأحمدي. بندر، أنت تابعت مواجهة الأهلي اليوم، الأهلي خسر بهدفين، الأهلي يعاني فنيا في الفترة الأخيرة مع السيد قروس، وهناك غضب جماهيري على هذا المدرب السويسري. خلينا نحكي عن هذه المباراة، قروس كان سبب في خسارة الأهلي، ما قرأ نساف الأوزبكي بشكل جيد؟ شوف تركي، بالنسبة لهذه المباراة تحديدا أنا ما أعتبرها، يعني ما أعتبر قروس هو سبب في الخسارة، لأنها واضح أنه مخطط لإراحة بعض اللاعبين، كتفاهم بين الإدارة وبين المدرب أنه مخططوا بشكل جيد وتعاملوا مع المباريتين، مع مشاركة الأهلي في الآسيوية ومشاركة الأهلي على مستوى الدوري بورقة وقلم. يعني واضح أنه فيه بقاء بعض اللاعبين في جدة لم يغادروا مع الفريق، ايضا عدم مشاركه بعض اللاعبين الاساسيين، نتكلم عن باخ شوين، نتكلم عن اكثر من لاعب كانوا موجودين في دكه البدلاء شاركوا بعد بدايه المباراه وفي الشوط الثاني. هذا يدل انه فيه عمل منظم في هذه الناحيه، لذلك لا نرى بشكل، يعني لا ارى النتيجه انه خساره الاهلي اليوم هي تعتبر مشكله للفريق الاهلاوي، لانه هو راح واضح من التشكيله من الاسماء واضح انه يبحث عن التعادل فقط، ما حصل التعادل، لكن تعتبر خسارة موازية، يعني هو ما فرق كثير عن الفريق الأوزبكي، أصبح عنده 3 نقاط والفريق الأوزبكي كمجموع المباريتين أتكلم. أما فيما يخص قروس الآن للأسف بعد خسارة كأس ولي العهد ومع بداية الدور الثاني، الكل يرى أن مشكلة الأهلي فقط مشكلة فنية. حنا نقول المشكلة الفنية من اللي يقيمها؟ يقيمها الأشخاص الفنيين، يقيمها المدربين، ويقيمها المختصين في النادي بالأمور الفنية. لما نتكلم عن فريق منافس بهذا الشكل على الدوري وفريق يصل لنهاية كأس ولي العهد وينافس أيضا في الآسيوية وينافس أيضا في كأس الملك، معنى ذلك أن النتائج جيدة. الأهلي لم يخسر إلا أمام نجران في الدوري، وهذه ممكن نقول البعض يتحدث أن هذه أرقام لا تهم والمهم فقط الدوري. حنا نقول قروس عنده بعض المشاكل الفنية اللي تحتاج لنقاش وتعديل. لما نفكر دائما في البحث عن مدرب آخر أو أن نقول قروس هو المشكلة حتى يتم تغييره، لازم نعرف في قواعد في التغيير لابد أن ما نتجاهلها، لعل يمكن من أهم نقطة التوقيت. لو أنا أتفق على إقالة قروس مثلا، هل التوقيت مناسب؟ وهل البديل جاهز؟ هل البديل يعرف اللاعبين؟ هل الوقت كافي للبديل أنه يحسن الصورة أو أن أي خسارة ممكن تهز الفريق ويبتعد عن المنافسة؟ إضافة إلى نقطة مهمة أخرى، شفنا تجارب كثيرة مع أندية أخرى غيرت مدربينها وما استفادت، أو غيرت مدربينها وجابت لاعبين جدد واستفادت. إذا أنت صار عندك فترة جيدة للتغيير وغيرت فيها أوكي. إذا كان هناك حديث عن إقالة قروس، يفترض من وجهة نظري أنها تكون قبل هذا التاريخ، يكون في فترات التوقف، يكون نوقش من قبل وأثبت أنه والله هذا إصرار عنده على هذا الأسلوب وهذه الطريقة، أوكي أنا أتعامل معه بهذا الشكل. لكن أنا أتوقع أن هذا المدرب اللي كان في الموسم الماضي أفضل مدرب في الدوري السعودي، طيب، جمهور الأهلي عمل لتيفو، الآن لأن الكل صور أن المشكلة فنية أصبح قروس هو الحلقة الأضعف والكل يطالب بقروس. أنا ما أتعاطف مع المدربين، لكن أنا أقول لا التوقيت مناسب ولا البديل اللي راح يجي راح يكون مفيد في هذه الفترة تحديدا، لأنها فترة حرجة وحساسة. طيب سليمان، إداريا أنت تشوف من غير الحكمة أن يقال إذا هو ما أقيل مدرب، إذا أقيل السيد قروس؟ دعنا نتفق تركي، وأنا قلتها يمكن معاكم في البرنامج، أنه دائما الحلقة الأضعف في منظومة أي نادي هو الجهاز الفني، وهذه حقيقة، يمكن وفي دلائل كثير صارت في عدد من الأندية وعدد من الإقالات. إذا تحدثنا أنه في مشكلة إدارية، بالفعل هناك مشكلة إدارية، وأنا أتصور أنه مشكلة النادي الأهلي ليست فنية بشكل كامل. والدليل على أنه في مشكلة إدارية في النادي الأهلي، يمكن اليوم سمعنا أنه طارق كيال راح يستلم بشكل رسمي، واضح أنه في مشكلة إدارية داخل الفريق، هذه نقطة.
النقطة الأخرى وأنا سبق ذكرتها معاكم في البرنامج، وجود الأمير فهد بن خالد في الفترة الأخيرة هذا دليل واضح أن الأمير فهد بن خالد يعني وجوده في هذه الفترة تحديدا قدم إيحاءات كثير، ويمكن حتى الأهلاويين ناقشوها بينهم أنه مساعد الزويري ربما تكون نهاية الموسم هذه هي آخر فترة له مع النادي الأهلي. لكن لو جينا بشكل عام حتى في اللاعبين، حتى في انخفاض مستوى اللاعبين في النادي الأهلي، ارجع لنتائج النادي الأهلي خلال الثلاث مباريات الأخيرة. خسر في نهائي كأس ولي العهد، خسر أمام نجران، واليوم يخسر أمام، ما عدا المباراة يمكن الأولى اللي فاز فيها في كأس آسيا، واليوم خسر. وضح اليوم، أنا لو تقول لي إيش أقرب مباراة اليوم، وضح حقيقة، وهذه وجهة نظري ربما يختلف معي الكابتن بندر، إنه الأهلي لم يعد يضع الآسيوية هي هدف. واضح أن الجماعة تركيزهم على دوري. إراحة العدد من النجوم، أعتقد أن الأهلي اليوم لو فاز في هذه المباراة، تركي لو فاز الأهلي في هذه المباراة يمكن قطع شوط كبير في مجموعته، خاصة أنه العين خسران في مباراتين. فبالتالي أعتقد أنه توجه الأهلاويين هو التركيز على الدوري، وربما يكون هذا قرار صائب، لأنه مشكلة الأهلاويين هي مشكلة نفسية مع الدوري يا تركي. لكن حتى الأهلي سليمان، الأهلي ولا يخفاك الشيء هذا ولا يخفي كل الرياضيين، الأهلي نادي كبير، الأهلي عنده القدرة بأنه يشارك ويحارب في كل الجبهات، على مستوى الدوري، على المستوى الآسيوي، على مستوى مسابقة كأس الملك. ما أعتقد أنه بالنسبة للأهلاويين أنه والله التركيز على الدوري وبالتالي إهمال باقي المسابقات. ربما ما نختلف على هذا الأمر، هو بالتأكيد يعني مطمح ومطالب المشجع الأهلاوي أنه أنت دام عندك فريق قوي داخل أرضية الملعب وتملك دكة بدلاء وعندك قدرة مالية، شفنا الأهلي من أكثر الفرق اللي كان يقدر يجيب أي لاعب، فبالتالي الجمهور يطلب يعني يبغى بطولة. وارجع حتى للموسم الماضي، ترى يعني مطالب وطموحات جماهير الأهلي أصبحت بشكل علني، نبغى دوري. مشكلة الأهلي في الدوري، أنا كاد أشبهها مشكلة الأهلي بالدوري والله يا تركي، ويمكن لا يزعلون من الأهلاويين، كأنها مشكلة الهلال في الآسيوية. أصبح المشجع الأهلاوي همه الأول والأخير أنه أنا ليش ما أخذ دوري، أنا صار لي كم سنة أعمل وأجيب لاعبين وأخسر ولاعبين أجانب ومحليين ولا أحقق دوري. سليمان بكل تأكيد أسف المقاطعة، هو رغبة الأهلاويين في البحث عن تحقيق بطولة الدوري هذا حق مشروع لهم، مثل ما يسعى الكثير من باقي الأندية في أنها تتمنى أن تحقق أي بطولة أيا كانت على 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 مستوى باقي المسابقات. لكن أنا سؤالي، هل طلب الأهلاويين لتحقيق بطولة الدوري هذا شكل ضغط وعبء على لاعبي الأهلي؟ نعم بالتأكيد. الأهلي شوف، كانت الأهلي ترى على فكرة كانت عنده مشكلة كمان في الدوري، موضوع عدم الخسائر، وقلتها معاك يا تركي إذا تتذكر، قلت لك مشكلة الأهلاويين كانوا محتاجين خسارة عشان يطلعوا من الجملة اللي عاملينها إنه الأهلي ما خسر. ويرجع لتصريح يمكن مهند عسيري في المباراة الأخيرة مباراة نجران، قال إحنا كنا يعني هذه الخسارة جات في وقتها عشان نطلع من الضغط النفسي الموجود. ترى على فكرة يمكن الكابتن بندر، أنا بس بأشير لنقطة مهمة، قال إنه الأهلي يمكن خسر مباراة نجران. كابتن بندر، التعادل في نظام الثلاثة نقاط هو خسارة. الأهلي في الموسم الماضي تسعة تعادلات يا رجل، يعني معناته كم نقطة خسر؟ 18 نقطة. طيب التعادل أشبه بالخسارة. إذا الأهلي الآن، حتى أنا أتفق مع الكابتن بندر على موضوع تغيير الجهاز الفني. جروس بالتأكيد أنه وضع بصمته على النادي الأهلي في الموسم الماضي والموسم الحالي تحديدا في بدايته، وتغنت به الجماهير الأهلاوية. التغيير في هذا التوقيت جدا خطأ. لو غير مثل ما قال الكابتن بندر وأنا أتفق معاه في فترة الانتقالات الشتوية أو فترات التوقف ربما يكون خيار سليم، لكن في الفترة الحالية والفريق الآن في معترك صعب، تصدقني حيكون صعب على الأهلي. طيب وحتى البديل تركي، طيب حتى البديل ما راح يتعرف على اللعيبة، وربما ما ينجح لأنه ما عنده وقت. طيب خلينا نشوف حساب نادي الأهلي. اليوم أعلن عن تعيين الأستاذ طارق كيال مشرفا على كرة القدم في النادي. طبعا هذه التغريدة، قررت إدارة النادي تعيين الأستاذ طارق كيال مشرفا عاما على كرة القدم ومنحه كامل الصلاحيات. طيب كابتن بندر الأحمدي، هذه تغريدة خاصة بالنادي الأهلي وتعيين الأستاذ طارق كيال مشرفا عاما لكرة القدم بالنادي الأهلي. إداريا بكل تأكيد أن خطوة تحسب لإدارة الأستاذ مساعد الزويري
الذي يرأس النادي الأهلي. وجود طارق كيال حيصنع الفارق على المستوى الفني بتواجده مع السيد قرص، والعمل الشهير والمعروف عن الأستاذ طارق كيال بالانضباطية. بلا شك تركي، طارق كيال هو إضافة كبيرة جدا للنادي الأهلي، خصوصا في هذه المرحلة. هو يحتاج طارق كيال تحديدا، لأنه هو الشخص الأقرب من اللاعبين في الفترة السابقة، عمل في النادي الأهلي، آخر من عمل في النادي الأهلي هو طارق كيال، وعنده قدرة كبيرة جدا على صياغة الفريق من جديد في المرحلة القادمة على المستوى النفسي والمعنوي والانضباطي، وعلى مستوى التهيئة للمباريات. هذه النقطة، شوف احنا نقول دائما الأهلي لما نتكلم ان الآن اصبح الدوري مطلب، هو مطلب من سنين، الدوري مطلب للنادي الأهلي وهذا بلا شك، لكن انا ما اشوف ان تحول لعقدة، يمكن زي ما راح للأستاذ سليمان ان تحول لعقدة، لا هي ما هي عقدة. الأمور الآن بالنسبة للنادي الأهلي، لو الأهلاويون يعون هذا الكلام جيدا، الأمور الآن افضل بكثير للنادي الأهلي من السابق، من قبل مباراة نجران. الآن الفارق بينك وبين الأهلي وبين الهلال نقطة واحدة، ومتساوي في النقاط مع الاتحاد. دخول الاتحاد في المعترك وفي المنافسة هذا يخدم النادي الأهلي أكثر، من ناحية واحدة إن أخرج الأهلي من الضغط اللي كان عليه قبل، اللي تكلم عنه أستاذ سليمان إنه ما يخسر، وإنه كان عنده هاجس إنه ما يخسر، وهذا كان مهم بالنسبة للأهلاويين. الآن انتهى، الخسارة حصلت، والضغوط الآن خفت على النادي الأهلي، أصبحت الضغوط الآن أكثر على الهلال تحديداً مع قدوم الاتحاد ودخوله في المنافسة. الأهلي عنده مواجهتين مباشرة مع الهلال ومع الاتحاد. الاتحاد والهلال ما عندهم مواجهات مباشرة، معنى ذلك أن الظروف الآن بالنسبة للنادي الأهلي أفضل بكثير مع تواجد طارق كيال في هذه الفترة، اللي هو راح يناقش المدرب بطريقة يتقبلها المدرب، ما يناقشه بتدخل بتشكيلة ولا يناقشه بفرض أسماء، لا يناقشه في منهجية اللعب بشكل عام. ممكن يستفيد منه قرص، انا اقول لك قرص راح يستفيد من تواجد طارق كيال الى جواره في هذه الفتره، وعلى طارق كيال ايضا انه يقوم بالادوار اللي كان يؤديها في السابق مع اللاعبين تحديدا في تهيئه اللاعبين للمباريات، وهذه نقطه مهمه، مرحله مهمه جدا للاهلي الان. هذه المرحله 7 أو 8 مباريات القادمه مهمه جدا من ناحيه التحضير الجيد للمباريات، طيب التهيئه، تفعيل مبدأ الثواب والعقاب تحديدا في الفترة القادمة مهم، التحفيز للاعبين فيما لو حققوا الدوري لازم تكون المكافآت على مستوى عالي جدا، الأمور التحفيزية مهمة، وأيضا الانضباطية داخل الملعب، إنهاء مشاكل بعض اللاعبين اللي إلى الآن عندهم مشاكل في التجديد وعندهم مشاكل في بعض المتأخرات، هذه ينهيها طارق كيال بطريقة معينة حتى العمل في الفترة القادمة لتحضير للمباراة القادمة، مباراة الشباب وباقي المباريات. وأتوقع وزيد أكررها الآن، الدوري أصبح أقرب للأهلي من السابق، هذه وجهة نظري الخاصة، أشوفها أنه أقرب الآن، الضغوط خفت على الفريق، تواجد طارق كيال إضافة كبيرة جدا جدا، بشكل أنا أشوفها راح يكون إن شاء الله عامل مميز جدا مع الفريق، ونتمنى التوفيق للأهلي وللهلال وللاتحاد وأيضا لباقي الفرق. طيب، هذا الحديث كان عن الأهلي والأمور الفنية الخاصة بالأهلي وبعد خسارته اليوم أمام نساف الأوزبكي في مواجهة المجموعات في دوري الأبطال الآسيوي. نفتح ملف الهلال اللي انتصر على بختكور الأوزبكي ب4 أهداف مقابل هدف بعد أن كان متأخرا بهدف، إلا أن الهلال ضرب بقوة وانتصر بالأربعة. سليمان، عمل فريق الهلال، الهلال غالبا ما يظهر في الجزء الأول من أي مواجهة بمستوى فني خاصة في الفترة الأخيرة متواضع جدا، إلا أنه يحضر مع مدربه اليوناني بشكل ملفت، ورغم بعض يعني نقدر نسميها بالعامية التخبيص اللي ممكن يعمله سيد يونس في بعض المواجهات من خلال إجراء تبديلات وتغييرات. أنا ما حسألك عن جانب فني، حترك الأمور الفنية للكابتن بندر الأحمدي، لكن حسألك عن عمل إداري تقوم بإدارة الهلال في الفترة الأخيرة، وكيف إن هي تتعامل وتكتيكها في مع الإعلام من خلال تواجدها وحربها في كل الاتجاهات الرياضية. طبعا يحسب لإدارة الهلال حقيقة إن استطاعت أن تخرج الفريق من خسارة الاتحاد. أعتقد إنه خسارة الهلال في مباراة الاتحاد يعني كان تأثيره كبير يعني على الفريق. الفريق معليش تركي، أنا قاعد أسمع الصدى بس الصوت مو واضح كويس. صدى صوتك مع زحمة الناس يا سليمان.
فبس اكمل لك الجمله. في عمل حقيقه انه تخرج الفريق من مباراه تنافسيه وفريق اصبح الان في طور المنافسه معاك، في اطار المنافسه معاك انت والاهلي، اعتقد انه عمل يحسب لاداره الهلال والجهاز الاداري تحديدا. العوده اليوم في بعد خساره هدف يبدو لي كان في بدايه المباراه، وبعدين تعدل تقدم باربع اهداف، اعتقد انه ما هي غريبه على الهلال. الهلال عودنا في اسيا خاصه في الادوار التمهيديه يعني يقدم نتائج جيده. ولو بس القي يعني ما ودي ادخل في تخصص بندر، لكن على فكره يمكن يكون الوضع مشابه في الهلال والاهلي على موضوع المدربين. لا زالت القناعه غير كافيه او غير راضيه من 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 جماهير الفريقين تحديدا، ما بنقول الادارات، على ما يقدمه المدربين. طيب بندر، نتحدث عن عمل المدربين، نتحدث عن سيد دونيس، في ملاحظات فنية من بعض المتابعين الرياضيين للفريق الهلالي، وأيضا يعني في اعتراضات كثيرة من بعض الجماهير الهلالية في بعض الأمور الفنية أو التبديلات أو التغييرات التي تتم مع السيد دونيس في كل المواجهات في الفترة الماضية. كانت عنده ملاحظات كثيرة، حتى مباراة اليوم الهلال وبختكور الأوزبكي كان ملفت، يعني بعض التغييرات اللي أتمها ما كانت دقيقة وما كانت مرضية للجماهير ولا حتى على الأداء الفني داخل أرضية الملعب، إلا أنه في الجزء الثاني تعدل الحال وانتصر الهلال بأربعة. طيب احنا نبي نتفق على نقطة الآن، يمكن أنا وأنت وسليمان نتفق على نقطة واحدة، أنه دائما إيش المطلوب من المدربين؟ لازم يكون في هدف مطلوب من المدرب، مطلوب من المدرب الفوز، أو مطلوب تحضير لاعبين وتهيئة لاعبين وجيل جديد للنادي، يختلف العمل. في نادي الأهلي وفي نادي الهلال مطلوب العمل والنتائج. اليوم النتيجة تحققت وقلب النتيجة 4-1 من 1-0 إلى 4-1، وبرضه في انتقادات على تغييرات المدرب. أنا أستغرب حقيقة إن دائما ننتقد المدربين كأننا كل الشعب السعودي أصبح مدرب. لا، إحنا نقول أعطي المدرب عمله وحاسبه وأعطيه الوقت الكافي ونحاسبه على النتائج. النتائج مو الوقتية، نتيجة مباراة أو مباراتين. دونيس كيف كان الهلال قبل دونيس أيام ريجي كامب؟ كيف كان الهلال الشخصية الفنية للهلال رغم أن العناصر نفس العناصر ما تغيرت بشكل كبير؟ نفس العناصر. الآن تغير الهلال بنسبة كبيرة جدا إلى الأفضل مع دونيس من بداية تسلم المهام من مباراة العروبة اللي استلم فيها دونيس، أصبح الهلال بشكل مختلف، عاد الهلال اللي نعرفه، عادت شخصية الفريق الهلالي بشكل أفضل، أصبح الهلال بطولات الآن مع هذا المدرب، 3 بطولات إلى الآن مع هذا المدرب، متصدر الدوري، أضاف عناصر جديدة، أتكلم عن بعض الأسماء الجديدة اللي دخلت على خارطة التشكيل الأساسي في الفريق الهلالي، هذه كلها مكتسبات يحققها دونيس، ومع ذلك البعض يقول أنا ماني مقتنع فيه كمدرب. أوكي، هذا أمر يخص الشخص اللي هو مو مقتنع، هذا نقول له هذا الأمر يخصك أنت، لكن تعال بواقعية واحكم على المدرب لفترة أطول وشوف أثر هذا المدرب مع الفريق الهلالي من تواجده، إيش اللي صار في نادي الهلال من التغييرات الفنية اللي حصلت. المشكلة اللي إلى الآن أنا أشوفها دونيس ما قدر يعالجها في الهلال ولن يعالجها، أنا أقول لك ما راح يعالجها دونيس إلا باستقطاب لاعبين، اللي هي منطقة المحور، محور الارتكاز. طيب الآن أفضل لاعب من وجهة نظري في السعودية هو سلمان الفرج، لكنه يظلم كثير بتواجده في مركز المحور. الهلال بحاجة إلى محور دفاعي، هو المحور الهجومي، وراح تشوف الهلال بشكل مختلف. ليش؟ لأن الهلال يحتاج للاعب مثل اللاعبين السابقين رادوي، خالد عزيز، خميس العويران، يحتاج واحد محور دفاعي يتحول في الحالة الدفاعية إلى قلب دفاع مساك ثاني مع المدافعين. هذه هي النقطة الوحيدة اللي يحتاجها الهلال. أما باقي أمور دونيس أنا أشوفها وقرص كذلك مدربين يقدمون عمل مميز مع الناديين. طيب وصلنا لنهاية آخر شوط من برو سنتر، الكابتن القدير بندر الأحمدي شكرا لك، شكرا لحضورك، شكرا لكل آرائك الفنية، وأيضا شكرا للعزيز والإعلامي الرياضي سليمان الجابري اللي كان معنا من الدمام، شكرا لحضورك وشكرا لكل ما قدمت في هذه الحلقة. نلتقي لاحقا إن شاء الله في مواضيع عدة وصلت معكم في بعد نهاية ساعة ونصف كنت معكم فيها في آخر شوط من برو سنتر. ألف مبروك للجماهير النصراوية، ألف مبروك لكل الجماهير الهلالية، وأيضا هارد لك لجماهير الاتحاد والأهلي، وهم قادرين بإذن الله على تجاوز دوري المجموعات في دوري الأبطال الآسيوي. نلتقي غدا بإذن الله، تصبحون على خير.